في الفرض مع البلاد، وكفنا هذه الدعاء الذي قد ضر بنا، كفنا هذه الدعاء الذي قد ضر بنا. لنتقي طيب الفهوم وننتفع ببعضنا، قوموا بنا نحيي القرآن نحيي الدين مع الإيمان. لقد فشى في الزمان ما قد ضر بشرعنا، لقد فشى في الزمان ما قد ضر بشرعنا. هيا بنا أهل الوطن نحيي الفرد مع السنن، ونجتنب كل الفتن التي قد حلت فينا. هيا بنا أهل البلد لنجتمع على الرشاد، وكفنا هذه الدعاء الذي قد ضر بنا، وكفنا هذه الدعاء الذي قد ضر بنا. قوموا بنا نتلو الآيات ونجتمع للصلاة، فلا ترجى لنا نجاة ما لم نعمل بديننا. لقد فشى فينا الوجود وتناوعت الشهور، كأننا لا شعور بما حط بقولنا، فكأننا لا شعور بما حط بقولنا. هيا بنا أهل الوطن نحيي الفرد مع السنن، ونجتنب كل الفتن التي قد حلت بينا. هيا بنا أهل البلد لنجتمع على الرشاد، وكفنا هذا البعاد الذي قد ضر بنا، وكفنا هذا البعاد الذي قد ضر بنا. لله وقت أمري في تحقيق الشكوك. ربي تنظر ليا وانا مطري مطروح، في الارحم وفي الحاش، في الارحم وفي الحاش. في الارحم وفي
بالحاش من نطة صورني أنا ما نبياش أش عليا مني أقلق من رسكيلاش كل خالق يرزقني في ظلمة الأرحام صورني من مطفى بغير قماش ونزلت بغير قماش ونزلت بغير قماش غطاني وسرني أنا مالي فياش هاش عليا مني اقلق من رسكيلاش كل خالق يرزقني على الروح غدا لبنان يجري بأمان بالشراب ينقضى وبالصوت للأرض فراش وبالصوت للأرض فراش وبالصوت للأرض فراش والسما سكت المدني أنا مالي فياش أشعل يا مني